أنا سعيد جدا 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 بالتجربة دي. الخرابيش دي كلها دليل على حبك ليك. الحقيقة أن التقمص الفنان أكرم حسني لجارفيلد كان إله ترتيبات من قبل، ويلي منشوفه من خلال التيشيرت يلي لابسها. أقول بقى الإجابة اللي هي الدبلوماسية بقى أن أنا يعني شريمة لا هو القصة كلها، أنا كنت اشتريت التيشيرت كده من 4-5 سنين فاتوا، عجبني شكلها وكده، وعمري ما كنت أتخيل أن أنا بعد 5 سنين هبقى بعمل صوت الشخصية في فيلم أنيميشن. مين منا ما شاهد النسخة الإنجليزية من الفيلم الكرتوني غارفيلد؟ ولكن فينا نقول إنه النسخة العربية المدبلجة رح تكون مميزة، وهيدا بسبب اختيار الفنان أكرم حسني لتقديم شخصية غارفيلد كأول تجربة دبلاج بيقدمها. ده بالنسبة لي حاجة جديدة علي، أنا ما عملتش ده قبل كده، فلما كلموني أنا مبسوط إن أنا بشارك في فيلم الأطفال كلها بتحبه، شخصية معروفة عند الأطفال كتير، أول مرة يتعمل أنيميشن 3D، حاسس إنها تجربة جديدة، وأنا بطبيعة شخصيتي بحب شوية يعني أروح لمناطق جديدة، بس بحب أفهمها وأخش في تفاصيلها وأذاكرها. منتهى اللذاذة، أنا وجون والدلدول أودي، حياة ولا أروق من كده. عشان كده بقى عملت معايشة مع قطط شوارع، وزي ما أنت شايفة تقمصت الشخصية لهذه الدرجة، بس أنا خارج من التجربة مبسوط جدا. أسباب كتيرة كانت وراء حماس أكرم حسني لتقمص شخصية غارفيلد. وأنا قبلت الشخصية عشان هي بتمثل جزء كبير مني الحقيقة، يعني حسيت أني مش هبذل مجهود في التمثيل لأن أنا شبهه كده، أنا بحب الأكل جدا، ولو ما بشتغلش فأنا كسلان وقاعد على الكرسي أو على الكنبة باكل وبتفرج على التلفزيون، فأنا فيا كتير منه يعني. شادر، يا سلام بقى لو ربع رومي كمان. قلت الياسين وربا وبسطوا جدا لان هم من متابعين غارفيلد وبيتفرجوا على الافلام، واول ما قلت لهم تحمسوا جدا، وده برضو شكل جزء من حماسي للقصة. توليفة فنانين من جنسيات مختلفة شاركوا بالفيلم الكرتوني، تعالوا نتعرف عليهم سوا. دوري بفيلم غارفيلد هو الشخصية تبع جينكس. جينكس هي حدا بدها تخطف غارفيلد اللي هو أكرم حسني، بس الفكرة إن هي توصل لباباه. بدكن تشوفوا الرعب اللي على وشكن. أوتو اللي فقد حبيبته بعد ما تم إلقاء القبض عليها، فبيقرر إنه بمساعدة غارفيلد إنه ينقذها. صندوق بطل السنين المعفوس. شخصية جون، شخصية جون هي الشخصية اللي المربية لغارفيلد، وجون شخصية صوتها حاد ديب كذا، فدايما غارفيلد تعال يا غارفيلد، فدايما فكانت شخصية صراحة ممتعة بالنسبة لي. هو شخصية بتطرح في الفيلم لأول مرة، احنا ما كناش نعرف ان غارفيلد له أب وانفصل عنه، مش عايز احرق طبعا احداث الفيلم، لكن في المجمل هو الاب اللي بيقوم بدور الملاك الحارس. مبدئيا كده انت مش اتعلمت تنط من قطر وهو ماشي، بس لسه ما وصلش لمرحله انه يبقى قدوته. مفاجأة الفيلم للجمهور هي مشاركة ابن اكرم حسني معه بنفس الفيلم لاول مره. ياسين عامل غارفيلد وهو صغير، المرحلة الأصغر سنا يعني، بيحب التمثيل وبيحب الإلقاء، وبدأت أخد بالي من إن ياسين ودنه موسيقية، يعني نبقى مثلا طالعين في الأسانسير أو ما أنا عامل ألاقيه راح هو عامل بنفس النغمة بالتقطيعة، أجرب حاجة تانية ألاقيه بيقلدها بالظبط، فمن هنا جت فكرة إن ياسين طب ما تجرب. وما كان فينا ننهي اللقاء من دون فقرة خفيفة بيناتهم. أول سؤال اللي أنت سجلته دلوقتي ده، دي حاجة أول مرة تعملها، كنت حاسس إيه؟ مبسوط، تجربة جديدة وعجبتني، كنت متوتر شوية في الأول بس بعدين أني كنت كويس اتعودت. أكتر حاجة بتحبها في غارفيلد؟ الشخصية بتاعته، إن هو على طول قاعد مستريح ريلاكس ما بيعملش حاجة. فيك منه قد ايه؟ كتير. الولد طلع لبابا يا جماعة.